بالخبرة في الجهة اليسرى وهنا لدينا الله عن التوازن. بابا جول، بابا 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 جول، يا له من جول في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. هدف ثاني بأعجوبة رائعة، من أروع ما يكون هذا الهدف الذي يسمح للنادي الإفريقي بإحراز التفوق وبسرقة 3 نقاط اليوم. نعم النادي الإفريقي يكسب الموازين ويسرق 3 نقاط في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء. جماهير بقيت تأمل لغاية اللحظات الأخيرة، وجاء الجول الذي يعقد أمور هذه المجموعة. الأربع نوادي بعد 4 مباريات ب6 نقاط في المركز الأول. نعم اليوم حشتنا به بهذه الكرة، يتعدى منوبي. منوبي جول، شنو هذا يا منوبي؟ منين جبت الكرة يا شهاب؟ يا شهاب الريفرس يونايتد بالعذاب. منوبي المتعدي، لا 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 لا، كرة في الزاوية 90 جابانو. منوبي الحداد، بالفعل حداد هو اللي كواهم بالنار. بعذابك، بجنونك، بمرك، شعبك يا عشقك يا بختك يا افريقي. شوف الكرة المنوبي، وين وين وين؟ اجمل اهداف الموسم في هذه البطولة الافريقية. منوبي الحداد، كرة كرة ولا في الاحلام. لعيبة وقادم، الله جول، احلى من كده ما في، احلى من هالجول ما في، واحلى من الافريقي ما في. التوزيع ولا رأسية ولا هدف الثاني، ولا هدف الثاني، ولا هدف الثاني، ولا هدف الثاني. هدية شبع للمحارس المسلمي، الهدف الثاني من نادر الغندري، من نادر الغندري. والإفريقي يرجع من بعيد، والإفريقي يرجع من بعيد ومن بعيد ومن بعيد. هدية عملها عادل السليمي النادي الافريقي، هذه عملها عادل السليمي ولطفي المحايسي، وعملها معهم سامي النصري. والافريقي عدلي من اليسار عدى، الله